حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنقدم لكم طريقه عمل السمك البلطي في البيت. طريقه عمل السمك البلطي المقلي، معايا هنا سمك بلطي ومعايا نص من الحزمه كزبره خضراء، 2 قرن من الفلفل الرومي على حسب ما انتوا عاوزين، عايزين فلفل رومي عايزين فلفل حامي زي ما انتوا عاوزين، ومعايا 2 من الليمون، معايا 6 فصوص من الثوم، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الابريكا، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. هنحط كله مع بعض دلوقتي في الهاند بلندر او في الكبه، هنطحنهم كلهم ونرجع لكم تاني مع بعض. وبعد حبايبي ما ضربنا كل المكونات في الهاند بلندر، دلوقتي هنتبل بيها السمك. انا جبت السمك بالشكل ده كده وقطعته بالسكينه من هنا كده، بحيث ان الخلطه تبقى داخله في السمكه بالشكل ده كده من جوه ومن بره بالشكل ده كده، عشان التتبيله تشرب منها وغسلها كويس كده بالشكل ده. هنزلها بقى في الخلطه كده، ودلوقتي حبايبي بعد ما حطينا الخلطة كلها في السمك بالشكل ده، احنا فرمنا الثوم كويس جدا معاهم، لان في ناس يعني بيعمل خلطة السمك بيبقى دايما مكلكع كله في حتة واحدة، بيبقى من جوه السمكية مكلكع، انا بنطلعه بنرميه، انا بتحرق مننا في الزيت. احنا ضربنا الثوم كويس جدا ودخلنا الخلطة كلها جوه السمكة بالشكل ده كده، من هنا من جوه ومن هنا كده بالشكل ده. دلوقتي هنسيبها بقى شوية في التتبيلة بالشكل ده كده. ودلوقتي حبايبي بنا السمك بالشكل ده كده، هنسيبه في التلاجة 2 3 ساعات، وكل ما يقعد فترة اطول كل ما يشرب من التتبيلة بتاعتنا يبقى طعمه احلى. احنا هنسيبه شوية في التلاجة من حوالي 2 3 ساعات، والخلطة دي مش هنرميها. السمك من التلاجة حوالي اخد معانا 3 ساعات، وزي ما قلت لكم التتبيلة دي مش هنرميها. اقول لكم دلوقتي هنستخدمها ازاي. معايا هنا دقيق، حوالي 2 كبار من الدقيق، مع معلقه كبيره من النشا، رش بسيطه من الملح، رش بسيطه من الكمون، رش بسيطه من الفلفل الاسمر. قلبت كله مع بعضه، وهبدا دلوقتي احط السمكه بالشكل ده. دلوقتي حبايبي بعد ما حطينا عليها الدقيق بالشكل ده، هناخد منه شويه هندخلهم جوه في بطن السمكه بالشكل ده كده، علشان نبطنها كويس من الدقيق، بحيث لما نيجي نحمرها في الزيت تبقى متقرمشه من جوه ومن بره. ما تقلقوش مش هيعمل عجين خالص بالشكل ده كده. بالشكل ده هننزل كل الدقيق من عليها. ودلوقتي حبايبي بعد ما تبلنا السمك بالدقيق كده بالشكل ده، هناخد اول واحده بدانا بيها زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ان هي بدات تشرب من الدقيق بالشكل ده كده. هبدا بقى ايه، هرجعها تاني في الخلطه اللي احنا عملناها. زي ما قلت لكم ان احنا مش هنرميها بالشكل ده كده، هرجعها بقى تاني بس حاجه بسيطه، بحيث ان هي ايه بالشكل ده كده. ودلوقتي حبايبي بعد ما تبلتها كويس جدا، هرجع بقى احطها في الزيت بالشكل ده. دلوقتي حبايبي احنا حطينا السمك بالشكل ده كده في الزيت، مش هنقلبه خالص على الجنب التاني الا لما الاقيه خد لون من تحت، وهقلب الناحيه التانيه. وهنحط حبايبي فكره ليمونه مع الزيت بالشكل ده كده، عشان تشيل ريحة الزفورة. وبعد ما اخد كده حبايبي اللون الذهبي كده، هنقلبه بقى على الناحية الثانية بالشكل ده كده. وبعد ما قلبناه كده حبايبي على الشكل الثاني، ان شاء الله حلو معانا وناشف اهو قدامكم مشترك. حبايبي النهارده وصفتنا عملنا مع بعض طريقه السمك المقلي، ما شاء الله طالع حلو جدا وطالع ناشف، ما طلعش ضاي خالص. عملنا مع بعض طريقه سلطه الطحينه، كنت عملتها لكم قبل كده ونزلت لكم فيديو ليها. عملنا شوربه السيفود، وعملنا رز بني بالبصل، وعملنا سلطه خضراء. يا رب الوصفه تعجبكم.
ياريت تعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.